الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الاذان، قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. هذه ثلاثة الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الأذكار التي تقال عند سماع الأذان، وهي على نوعين: أذكار تقال في أثنائه، وأذكار تقال بعده. فأما ما يقال أثناء الأذان فهو تكرار الكلمات والجمل التي يقولها المؤذن، فإذا قال الله أكبر تقول مثله الله أكبر إلى آخره، وظاهر الحديث حتى إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول مثله، ولكن جاء حديث آخر يبين هذا العام ويخصص عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح بأن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. واختلف أهل العلم ماذا يقال عند الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، في أذان صلاة الفجر، هل يقال لا حول ولا قوة إلا بالله إلحاقا بحي على الصلاة حي على الفلاح، أو يقال الصلاة خير من النوم لعموم الحديث قولوا كما يقول المؤذن. والذي يظهر هو أنه يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، إلا ما استثني وهو قول حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الأذكار تقال أثناء الأذان. وأيضا مما يقال في أثناء الأذان عند الشهادتين يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص. فظاهر هذا الحديث، وجاءت رواية صريحة عند الطحاوي بأنه يقول عند التشهد، يقول هذا الذكر عند التشهد. فإذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول مثله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بالإسلام دينا، فيكون له هذا الفضل، غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفر له ذنبه. فهذا الذكر يقال في أثناء الأذان. وهناك أذكار تقال بعد الأذان، وهي التي جاءت في هذه الحديث، وهي الصلاة على النبي، فإن صلى الصلاة المحمدية الصلاة الإبراهيمية المعروفة فهذا لا شك أنه أفضل، وإن اقتصر على اللهم صل على محمد فإنه يجزي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي، بعدما تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تقول الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. وجاء في رواية عند البيهقي: إنك لا تخلف الميعاد،
صحها بعض أهل العلم وضعفها بعضهم، فإن قالها لا بأس وإن تركها لا بأس. إذن هذه أذكار تقال قبل في أثناء الأذان وأذكار تقال بعد الأذان. ما هي الفضيلة في هذا كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. فإذن المسألة فيها فضل عظيم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالمسلم يحرص على هذه الأذكار عند سماع المؤذن بأن يكرر ما يقول المؤذن ويقول ما يقال في أثنائه وبعده حتى يفوز بهذه الفضيلة، مغفرة الذنوب وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الله عز وجل على المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على الصلاة عليه بعد سماع ما يقول المؤذن. والمسلم يحرص على مثل هذه الفضائل، لأن هذه الفضائل وقتية، إذا ذهبت لا تعود. وقد جاء عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه كان يحرص حرصا شديدا على الترديد خلف المؤذن، فيقطع الدروس ويقطع الكلام حتى يردد خلف المؤذن ويقول الأذكار، ثم بعد ذلك يعود إلى دروسه أو إلى الإجابة على الأسئلة. فلما قيل له في ذلك قال رحمه الله تعالى: قال هذا فيه فضل عظيم، فيه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، عمل يسير وفضله عند الله كبير. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى كما جاء عن ابن جريج رحمه الله أنهم كانوا ينصتون للأذان كما ينصتون للقرآن، ينصتون للأذان كما ينصتون للقرآن تعظيما له. وهذا من عمل السلف أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل، أنهم يولون هذا الأذان اهتماما عظيما بأن ينصتوا له ويقول مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك يقولون الأذكار الواردة في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه وختم به هذا الباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذه من الأوقات العظيمة الفاضلة التي يغفل عنها اليوم كثير من الناس، إن لم نقل أغلب الناس. بين الأذان والإقامة وقت هامش عند الناس يقضونه في الدنيا من الكلام وقضاء الحوائج الدنيوية وغير ذلك من الأمور، وهو وقت فاضل جدا يتكرر عليك في اليوم والليلة 5 مرات، وهو من أوقات الإجابة، أوقات الإجابة التي لا يراد فيها الدعاء. فلذلك المسلم يحرص، كلنا ذو حاجة دينية ودنيوية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلنا فقير إلى الله وكلنا ذو حاجة، فعلينا أن نحرص على أمثال هذه الأوقات الفاضلة. قد الإنسان يصعب عليه أنه يقوم آخر الليل وقت النزول الإلهي، لكن ما يصعب عليه أنه يدعو بين الأذان والإقامة، ما يصعب عليه أنه يدعو في السجود إذا صلى. فالمسلم الكيس الفطن يتحرى هذه الأوقات وهذه الأزمان الفاضلة التي يجاب فيها الدعاء، فلعل دعوة منه يقبلها الله سبحانه وتعالى ويستجيب له الدعاء. فإذا من الأوقات الفاضلة العظيمة الدعاء بين الأذان والإقامة. وهل الأفضل في مثل هذا الوقت بين الأذان والإقامة أنه يدعو أو يقرأ القرآن أو يذكر الله؟ بلا شك أن العمل المخصوص في الوقت المخصوص أولى من غيره، وهو الدعاء. لا شك أن الدعاء أفضل، وإذا جمع الإنسان بين الدعاء وبين قراءة القرآن وبين الذكر فلا بأس، ولكن لا يغفل عن الدعاء. ما يجعل بين الأذان والإقامة كله قراءة القرآن وكله ذكر ويترك العمل المخصوص في هذا الوقت المخصوص وهو الدعاء. ادعو لو بشيء يسير، ادعو أن الله يغفر لك، ادعو أن الله عز وجل يدخلك الجنة وينجيك من النار، ادعو بما تستطيع. المهم لا تترك الدعاء بين الأذان والإقامة. فهذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.